السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس؟ بخير؟ كنتمنى تكونوا بخير وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو. مرحبا بالناس الجداد اللي دخلوا عندي القناه، وكنشكركم بزاف 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 على التفاعل ديالكم مع الفيديو ديالي اللي لات، وكنشكركم على التشجيع ديالكم ليا، كتخليوني بحال هكا ديما ندير الجديد نلوحو ليكم. ودابا وجدت موديلات جداد في جلالب وفي القفاطان، وبغيت نشاركهم معاكم باش تشوفوا الموديلات ديالنا اللي جداد واللي دارجين على الموضه، واللي بغى يخيط مرحبا به، واللي بغى ياخذ فكره على الخياطه وعلى الالوان كنكون يكون الفيديو ديالي مفيد ليكم. غنوريكم الموديلات، عندنا هاد الجلابه كارشما،
هو في الخدمه، يعني دوك صفيف العراض وداك الشيء اللي كنا كنخدموا به مبقاش كيجي زوين، كيجي طرو شارجي. مع دابا ولينا كنطرزو وكنديروا العقيق، ما يمكنش نديروا السفيفه عريضه ونديروا ونديروا العقيق ونديروا الطارز ونديروا، يعني ما كيجيش زوين مع بعضياته. وهذا درنا هذا الموديل ديال العقيق، هذا العقيق الطويل كنقولوا ليه الباغيت، مع داك الزمرد درنا رشيمه هنا ورشيمه. النوعيه ديال الخدمه ديالنا، والسلام عليكم.